أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: امرأة طهرت من الدورة وقد بقي على الفجر دقيقتان، فصلت المغرب ثم سلمت وصلت العشاء، وفي أول ركعة من صلاتها العشاء أذن بالفجر، فكيف تصلي المغرب والعشاء في هذه الحالة والوقت ضيق؟ إذا ضاق الوقت فإنها تقدم الصلاة الحاضرة، تصلي الصلاة الحاضرة وهي الفجر، ثم بعد ذلك تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء. أما إذا كان في الوقت متسع فإنها تصلي المغرب ثم العشاء ثم تصلي الفجر في آخر وقتها. نعم.